السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت الجزائر وبالضبط في ولاية وهران في الساعات الأخيرة على وقع كارثة وفجأة رعبت كل الناس، وحسب فيديو نشره أحد المواطنين من الولاية قال فيها أنه تفاجأ باختفاء جثمان ابنته من قبرها في ظروف غامضة بمقبرة عين البيضاء بولاية وهران. تابع الفيديو للأخير. Le 26 janvier 2024. تفاجأت قبل لقيتها خاوي، لقيتها هنا بشينا، قال لي الدالة، قال لي البنت منه. هما كوار. هاو بين الوفاة. ورخصة الدفن، هاي رخصة الدفن، مقبرة عين البيضاء.